المهمة اللي رانا نقوم بها، ألا وهي تعقيم الأبواب الخاصة بالعمارات، وكذلك لي فاس تاع البيبان هذوك، وكذلك حتى المدرج والمحيط الداخلي والخارجي للعمارة. احنا كجمعية اليوم تقسمنا، والتقسيم هذا الحمد لله يعني كل المجتمع المدني هنا على مستوى بلدية الأربعة راح يشارك في هذه الحملة. واحنا اليوم رانا نوجه نداء للمجتمع المدني وللجمعيات باش يشاركوا بقوة